اختياري يا رفاقي أمان، ما احتيالي يا رفاقي هلا ما أمان احتيالي في هو موشح قديم، بس انا عالم. كثير بحب طريقه نادره بالغناء، فلهيك في ايام صرت انه يوم يوم عم بسمعها. اهم شيء عملته من وقت ما بلش الحجر تقريبا بعد اسبوعين من بلش، انه قررت اعمل قصص انا كثير بحبها وبحاجه لاعملها من كثير زمان، بس ولا مره كان عندي فرصه. فاخذت ضيعه قريبه على بلدي على فلسطين بجنوب لبنان، وكان هذا أقوى سبب إني يعني أخذ هذا البيت، لأني بهاي المرحلة صعب كتير سافر شوف أهلي، وصعب وكان في شعور هيك عاطفي إنه كتير حاب يكون قريبة لهناك. قررت لأول مرة أعمل شي كتير بحبه، اللي هو إنه أزرع وأهتم بالأرض. موضوع الزراعة شي مختلف تماما وحلو وغريب، يعني في طلع منك قصص أنت مش متخيلتيها. صرت حرفيا بحلم كل الليل كيف بدي فيق واسقي الزرعات، واذا في شي منهم نبت. الملوخية امبارح شربتها مي، يمكن كان لازم زيادة شوي. انا نباتية، فكان كل وقت عندي مشكلة شو اكل. انا هذا ما بيطبخ، بياكل كل وقت برا البيت، واذا بده يعمل بالبيت شي فانه مثل اغلب العالم بيضة او شي كتير سريع. بس اكتشفت انه انا كتير بحب اعجن، بحب ضلني هيك خبص بالعجين واكتشف قصص، وهذا كان كتير حلو. ماما علاقتي فيها كتير هيك بتضحك، محل بالمطبخ بجرب اقولها عن الاشياء اللي بنجح فيها، وكل الطبخات والعجين والقصص اللي بخبصه وبفشل فيه بجرب اخبرها عنه. شو حبيبي؟ عندي بسنتين، كل الوقت كان طبيعة حياتي بتخليني ما اقضي كتير وقت معهم. مبسوطة بالضيعة؟ حسيت اني كتير قربت منهم، يعني انا صرت فعليا عم اقضي كل النهار مع بسيناتي. شفت كتير قصص، صرت بحب شو بفهم شو بحبوا يلعبوا وكيف التفاصيل، وعم شوف اشياء بينهم حتى يعني، وبضحك كل النهار. اول الحجر كتير رجع، يعني رجع نشاطي لليوغا، بس بحاجة لأشوف عالم، يعني بحاجة لناس يقربوا، بحاجة أنا لأروح. بحس هذا الشيء اللي ناقصني، بس أكيد دايما مشتاقة إني أوقف قدام الناس وأغني.